السلام عليكم. بداية نشكر فيه هنا هضرنا على العزوف الاخوان. انا يخص انا كنقول العزوف نقدر نطلقوا له جوج مراحل. كاين المرحله الاولى اللي كنشوفها انا كاين مرحله ما قبل الربيع العربي اللي كنطلقوا الربيع العربي لان كنعتبر المغرب جزء لا يتجزأ من العالم العربي. وكاين مرحله ما قبل ما بعد الربيع العربي. ما قبل الربيع العربي كانت احزاب سياسيه كنا ماشي كيتهمو، كان واقع ان ما يسمى بالقبضه الحديديه وان كل شيء كيتعلق بالسياسه راه كيتطبخ في دهاليز الوزاره الداخليه. اذا من جا النسيم العربي كان في اسم الصعباء وقلنا الحمد لله يا رب احنا غادي نديرو قطيعه على واحد الممارسات اللي كانت سبب في واحد الكتاب. هذا الربيع العربي جاب لنا شي حوايج خلى الشعوب كتقول لها اليوم غير بعد نتغيرو. وهذا هو الاشكال الكبير ان الناس ولات كتقول يا ريت يبقى الاستبداد ويبقى الحضره، لان الاحزاب السياسيه اللي طلعت عد على اسم الطائرات العربيه احنا كنشوفوا الان في تونس ولا في مصر، ولكن يمكن ان شاء الله غير طرقنا على المستوى الوطني كمغاربه. انا كنشوف السبب الرئيسي في العزوف الان هو الهزاله اللي كان يعيشوها في المؤسسه التشريعيه. بقيت اللي كنا نتسناو اننا نتبع الجرح ونعرفوا مكان الضعف وفين كاين الخلل العجوز، جاو الاحزاب السياسيه ولات واحد اللغه انا اصلا ما كنتش عارفها. اولا ما ينزل الدستور، شكون هذا واش رئيس ينزل الدستور ولا مش عارف؟ شكون اللي غينزل الدستور؟ ما كانش رئيس الحكومه ولا غادي ينزل الدستور؟ ينزل فيه الدستور احنا اللي كاين فيه اشكال. ملي كنمشيو للبرلمان كاين معارضه، المعارضه راه جايه بدستور، معارضه ما جاتش من السماء، معارضه كيخولوا لها الدستور عطاها صلاحيات على انها تراقب بشكل فعلي العمل الحكومي. الناس ديال الحكومه ما عجبهمش المعارضه. ما عجبهمش المعارض الله يخليك، هذيك الدقيقة اللي زدت زايدة الله يسلمك. هذه الاختلاف لا لا غير 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 شوف أنا كنشوف على أن الأحزاب السياسية كاملة ما استوعبتش الدرس وما عرفتش شي حاجة سميتها الثورات العربية ولا باقية دولة حكمانية على حالها. السؤال اللي كنطرحه الآن ما هو الشيء الرئيسي اللي كيمنع الشبيبات أنهم يأخذوا فورات صريحة بصريح العبارة من داخل الأحزاب؟ شكرا.